النهارده نسمع صباح. شكرا يا منى. ابنائكم صباح عشان هيسال عليها في قضيه اكبر قدر من التليفونات. طيب. ساووا بين أو ده حدث على الرسول ساووا بين اولادكم في العطيه طبعا عشان اولاد ما يكرهوش بعض. ده في القبل. طيب صباح اتفضلي. صباح. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيكي. يا اهلا بيكي يا استاذه الاميره. اتفضلي. يعني انا ما صدقت اني انا لقيت البرنامج وانا في مشكله ميراث بقالي سنه مش عارفه اخد حقي من ميراث اخويا. انا اخويا توفى شهر 8 السنه اللي فاتت. جالنا تليفون اني اخوكوا توفى. فطبعا رحنا لاخونا عشان نشوف اخونا توفى. لقينا اخت قاعده. طبعا عملنا اجراءات الدفن وكده. وبعد ما اتدفن فعايزين نشوف بقى حاجته وكده. فوجئنا ان الاخت دي بتقول انا زوجته. احنا ما نعرفش ان دي زوجته. ولا عنده اولاد ولا حاجه. فطبعا عملنا اعلام الوراثه. فوجئنا واحنا بنعمل اعلام الوراثه ان الاخت دي ديانه ثانيه. يعني ديانه ثانيه تختلف. اوكي. فالقاضي حكم ان هي ملهاش ميراث. قال لها اشهرتي اسلامك؟ قالت له لا. خلاف الديانات. خلاف الديانات فرفض ان هي تورث. طيب. خدت بعضها وهي خارجه قالت وروني هتاخدوا ميراث اخوكوا ازاي. حطت ايديها على كل ممتلكات اخويا. وقفلت البيت وطفشت خالص من المكان اللي هي فيه. جينا عملنا محاضر وعشان نثبت ميراث اخونا ليا ثلاثة اخوات صبيان. قالوا البنات مالهاش دعوة احنا اللي هنجري في الميراث. من ساعتها اخواتي بيتلاعبوا بينا وهي بتتلاعب بينا واحنا يا بنات مش طايلين ميراث اخونا خالص ولا منها ولا من اخواتي ولا منهم. يعني لا لا من الزوجه. بس هنا الزوجه لو من ديانه من ديانه ثانيه ما تورثش يا دكتوره؟ ما هي ما تورث. بس يا فندم دي يعني معاها كل عقود املاكها من اليهوديه او من اليهود. لكن المسيحيه لا ترث من المسلم. لابد من اتحاد الدين. شكرا يا صباح.